يعني محافظة مطروح وما يطلق بالكامل عليها المنطقة الغربية، مش بس مطروح، حتى يعني أقدر أقول من قبل مطروح بكتير قوي، يعني كانت المنطقة دي ما كانش فيه اهتمام كبير من الدولة خلال السنة اللي فاتت. وأتصور إن أنتوا واخدين بالكم إن إحنا يعني مهتمين قوي قوي وشغالين كويس قوي، وهقدر أقول المشاريع اللي مستهدفة بيها محافظة مطروح سواء كان مشاريع زي المواني اللي بتتعمل أو القطار السريع اللي بتتعمل أو المدن اللي بتتعمل، هي في النهاية ممكن يعني إحنا كمواطنين وطبيعة طبيعة المحافظة اللي هي فيها يعني شكل معين بتعيش بيه، هيكون لي تأثير كبير قوي عليكم خلال المرحلة دي وانتوا حاسين بده. وانا جاي بالطيارة كنت شايف، كنت مرة انا بفتتح ميناء جرجوب، فبالطيارة كنت بشوف شكل الدنيا عامل ازاي بعد 4 سنين تقريبا، وانا برضو جيت بطيارة الهليكوبتر مخصوص عشان ادي نفسي فرصة اشوف. لا، في تطور كبير، وده كل ده عبارة عن خطوة خطوة على الطريق بالنسبة للي احنا بنستهدفه للمحافظة. تطور انتوا بتعملوه وتطور الدولة بتعمله، زي ما قلت لكم كده، احنا بنتكلم على مدن جديدة، بنتكلم على، عشان برضو الناس يقول لك يعني القطر السريع اللي هيجي لغاية جرجوب او هيطلع لغاية السلوم بس عن طريق الحباطة وكلام من هذا القبيل، يعني احنا هنستفيد منه ايه؟ لا طبعا، حتى المنفذ اللي احنا كنا دخلناه دلوقتي وده بقى لنا يجي 3-4 سنين شغالين فيه عشان يبقى حركة التجارة بيننا وبين أشقائنا في ليبيا، وفي منطقة لوجستية هتتعمل برضو على يعني 250 فدان 300 فدان دكتور مصطفى بجنب المنفذ، عشان كل دي فرص عمل بتتوفر لينا عشان تطور وتنمي المنطقة محافظة مطروح والمنطقة الغربية.